اشتعال نيران المظاهرات في إدلب وخروج مئات السوريين في مظاهرات ليلية في عدة مناطق بشمال غرب سوريا على خلفية اعتداء قوات الأمن التابعة للفصيل المسيطر على إدلب وهو هيئة تحرير الشام بالضرب على سيدة أمام هيئة حكومية في إدلب. السيدة التي تم الاعتداء عليها بالضرب كانت مشاركة في تظاهرات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون الهيئة، ومع اشتداد التظاهرات وزيادة أعداد المشاركين حاولت عناصر القوى الأمنية تفريق الجموع والاعتداء على عدد من المتظاهرين باستخدام الهروات والعصا. كانت في تعليقات كتير مختلفة وتحديدا على إكس تتعلق في مظاهرات إدلب، خلينا نشوف شو إجا منها ونبدأ مع مؤيد يلي قال في أشخاص طلعوا تظاهروا من فترة على طريق المعبر ده باب السلامة، حدا شافهم أو بيعرف عنهم شيء. كمان في عنا مشاركة من أديب سورية يلي قالت ممكن نعرف مصير شباب تل رفعت. كمان في مشاركة أخرى إلى علاقة بالتظاهرات كانت من ابن محمد يلي كان له رأي تاني وكتب احمدوا ربكم سامح لكن لكم تتظاهروا، يعني هو بيحكي إنهم سامحينهم يتظاهروا.